يقول فكان المتمسك بالسنة يظهر محبة علي وموالاته ويحافظ على الصلاة في مواقيتها حتى الرؤية التفت. هذه يكون حلقة في الأذن. هذه عروة وثقة حقيقة الأمر. هذا الكلام هنا هذا هو العروة الوثقة. سنكشف لكم الأيام وسنكشف لكم بعون الله ما هو. أنا قلت لكم أسطح من التسطيح. ابن تيمية أفكاره أسطح من السطحية، وسأثبت لكم يقينا والكل سيخرج من هنا وهو مطمئن ومتيقن بأن أفكار ابن تيمية أسطح من السطحية. سأثبت لكم هذا إن شاء الله. يقول فكان المتمسك بالسنة يظهر محبة علي وموالاته ويحافظ على الصلاة في مواقيتها حتى رؤية. التفت إلى هذه. كم لا إله إلا الله، كم يطعن بالشيعة والتشيع، كم يطعن بعلي ومناقب علي وفضائل علي. لاحظ الله سبحانه وتعالى كيف أخرج من هذه رغما على أنفه. أراد أن يبرر لشيء فوقع في شيء، هذا هو أسلوبه. يبرر هنا تلاحظ تناقض في كلماته، يقول هنا شيئا بعد صفحة وصفحتين يناقض هذا الشيء، لا يتأخر في النقض. يعني ليس عنده هم، لا يوجد نهج علمي، لا يوجد عنده إصلاح. مقدما يقدم عصمة معاوية، إلوهية معاوية، ربوبية معاوية ويزيد، وكل شيء يسوقه ويجبره حتى يصبه في تحقيق وإثبات ألوهية معاوية ويزيد. يغالي في معاوية ويزيد أكثر مما أقسم أن ابن تيمية يغالي سلوكا وعمليا بمعاوية ويزيد أكثر مما يغالي ابن الخطاب بعلي، أكثر مما يغالي المغيرة بعلي سلام الله على أمير المؤمنين. وسيثبت هذا لكم. فكان المتمسك بالسنة يظهر محبة علي وموالاته وحافظ على الصلاة في مواقيتها حتى رؤية. لست أنا من يروي، من يروي؟ ابن تيمية. ليسمع أتباع ابن تيمية، ليسمع أجلكم الله من المعاندين، من لا يريد أن يتعظ، ليسمع المطايا، ليسمع البهائم، ليسمع الأتقياء، ليسمع المنصفون، ليسمع الجميع، كل من يريد أن يسلك طريق الهداية. ماذا يقول ابن تيمية الناصبي الخارجي الذي لا يوجد له مثيل؟ أكثر تعصبا يتعصب ويعادي أهل البيت أكثر من معاداة إبليس لأهل البيت سلام الله عليهم. وسيثبت لكم هذا وسنذكر لكم. لكن كيف خرجت من كيف خرجت النصيحة من إبليس لبعض الأنبياء سلام الله عليهم واستفادوا منها؟ التفت ماذا يقول. يقول حتى رؤية عمرو بن مرة الجملي أو الجميلي أو كذا، حتى رؤية عمرو بن مرة وهو من خيار أهل الكوفة، وهو من خيار أهل الكوفة، شيخ الثوري، هذا أحد المحدثين، شيخ الثوري وغيره، يعني أستاذ الثوري وغير الثوري. لاحظ رؤية بعد موته، يعني رأوه في رؤيا بالمنام من ضمن أدلة مدعي العصمة بن قاطع، لكن هذه لصالحنا، نلزم القوم بما يلزموا أنفسهم. هذا ابن تيمية العالم الفطحة، الشيخ الإسلام العالم الوحيد الأوحد رحمه الله ورضي الله عنه، المرجع المعصوم الذي لا يخطئ أبدا، هذه الرواية عنه أبدا لا يخطئ ابن تيمية. يقول حتى رؤية عمرو بن مرة وهو من خيار أهل الكوفة، شيخ الثوري وغيره، بعد موته فقيل له، قيل لمن؟ لهذا الذي توفى، لعمر بن مرة وهو من خيار أهل الكوفة وهو أستاذ الثوري وغير الثوري، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال، طبعا هذه مفاجأة لكم وأيضا عندما طلعت عليها مفاجأة لي، فقال غفر لي. من الذي غفر؟ الله غفر بحب بشفاعة من؟ قال فغفر لي بحب علي بن أبي طالب. صلوا على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. أخيرا
انتزعت روح ابن تيمية، هذه لا يعني لا يعلم هو أنها ستمسك عليه، لا يعلم بأن هذه ستكون القاصمة له. يقول فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي بحب علي بن أبي طالب، هذا أولا، ومحافظتي على الصلاة في مواقيتها على العين وعلى الرأس يا ابن تيمية. هذا الكلام الذي نحن نقول به، هذا ما قاله ابن تيمية في هذا الشاهد الذي ذكرنا.